هي تتقاصى الحقائق في هذا الأمر، خاصة إن القمح كان محصول تم حصاده من شهور قريبة، وكان هناك أخبار عن تصديره، وأنه هناك يعني سنجني المليارات من خلف هذا. فإن لما يكون عندك ثروة وأن أنت فعلا هتجني من خلفها أموال أو اقتصادك هيزيد من خلالها، يجب أن نهتم بهذه الثروة. عندما ذهبت لجنة تقاصي الحقائق المنوطة من البرلمان بمتابعة هذا كيفية المحافظة على القمح أو تخزينه، وجدت أن أكياس القمح كلها مش حجم واحد، يعني مش ما تقدريش، من المستحيل ان انت تحددي كم كيلو هنا او قد ايه هنا. الاحجام كلها مقطعه، يعني جزء كبير منها مقطع، والماده نفسها على الملقاه على الارض، ما فيش اي اهتمام بالتخزين ابدا. طبعا يعني ده شيء محزن جدا، لان احنا عندنا في سلع كتير جدا بنستوردها، بنبقى محافظين عليها جدا واحنا بنستوردها وبنوزعها في الاسواق، وبتبقى غاليه جدا. طب انت عندك محصول ده مصري، حاجة مصرية، حاجة بتاعتك، المفروض ان انت تحافظ عليها، علشان خاطر ده يعني بيكون اهم منتج المواطن المصري بيحصل عليه، وهو رغيف العيش. واحنا يعني بيجي علينا اوقات بنبقى عايزين نستورد الحاجة زي دي، فلما بيكون عندنا كم كبير جدا ممكن ان احنا نستخدمه وكمان نصدره، نعمله بالشكل ده فطبعا يعني فساد. واكيد وزارة التموين لازم تبحث في حاجة زي كده. اكيد اكيد. لماذا لن تموت الأميرة ديانا؟ هي هو ده عنوان مقال نشرته مجلة نيوزويك الأمريكية مؤخرا. في هذا المقال يعني بتقول المجلة إن هناك، أو على الرغم من مرور 20 عام على وفاة هذه الأميرة الأسطورية، هناك فيلمان وثائقيان جديدان ظهرا حديثا يتحدثان عنها وعن حياتها وعن وفاتها أيضا. عنوان المقال: نيوزويك الأمريكية تسأل لماذا لن تموت الأميرة ديانا؟ وأنا برضو هسأل حضرتك لماذا لن تموت الأميرة ديانا؟ لأن جمالها وجاذبيتها وكاريزمتها عمرها ما هتموت، وروحها وإنسانيتها اللي وزعتها على العالم كله من حب وسعادة وإنسانية عمرها ما هتموت في أذهان المصريين والعرب والأجانب. وأنا تواجدت يعني لفترة كبيرة بحكم دراستي في العاصمة الإنجليزية لندن، وكنت بشوف حب يعني حب كل الناس، كل العائلات من أبسطها لأغناها لأرقاها للأميرة ديانا. هي إنسانة بصمت في قلوب كل الناس الحب والسعادة، فطبيعي أن كل الناس تحبها. شركة ريلز الأمريكية هي شركة إنتاج أفلام وثائقية، أنتجت فيلمين، فيلم بعنوان ديانا والأبواب المغلقة، وفيلم بعنوان موت ديانا حل اللغز. هدانا الفيلمان يناقشان قصة حياة الأميرة ديانا، وإن هي توفت وعمرها 36 عام في أغسطس، بالمناسبة الشهر القادم هو ذكرى وفاتها، ويعني قمة المعاناة التي عاشتها من خيانات خلف الأبواب، ومن كان عندها الأميرة ديانا كان عندها يعني مرض الأكل بشراهة، وبعد ذلك إن هي تقوم باسترجاع هذا الأكل، إن هي كانت بتحب تحافظ على وزنها وإن هي تبقى رشيقة جدا. برضو ده موجود في الفيلم، متناقش في الفيلم قصة حزنها، سعادتها، إنسانيتها، المشروعات التي قامت بيها من احتضان اليتامى، من نشر البسمة على وجوه الأطفال، كل ده مناقش في الفيلم. يمكن أيضا المقال يعني شبهها كيت ميدلتون، وازاي ان في وجه شبه كبير بينها وبين كيت اللي هي زوجة الأمير بالظبط ويليام تشارلز، فيعني الاثنين بيخطفوا قلوب الشعب البريطاني. ودائما ما تجد حتى على مواقع التواصل الاجتماعي صور بيشبهوا كيت ميدلتون بالاميره ديانا، بان هي وهي شايله ابنها وريث العرش، وهي شايله زوج كيت ميدلتون عندما كان طفلا الامير تشارلز، نفس اللبس، نفس الابتسامه، الشعر نفس، حتى اختيار الذوق في الملابس وما الى ذلك. يعني إذن الأميرة ديانا لن تموت. لن تموت. الأستاذة شهند عبد الرحيم الكاتبة الصحفية بجريدة البوابة، كنت معنا في هذه الجولة الصحفية السريعة، شكرا لك. أشكر مشاهدينا، انتهت حلقة اليوم من الصحافة اليوم، غدا بإذن الله حلقة جديدة، فريق عمل جديد، فإلى اللقاء.